تعال فرحان تعال بسيطة يا فرحان. عمور هاي دفتر وهي قلم. شو هاد؟ جايب لي دفتر وضيع وقلم ناشف؟ أنا بدي ورقة معطرة وستيلو وله ريشة. إذا بده ريشة انتفلوا من رأسه. أنت ما دخلك، أنت صدر عليك الحكم بالإعدام، بس شفاعة خيرات خانم خلصتك من الموت الزؤام، لكن أنا ما رح أتركك أبدا. أبو عرفان حجعان، ما تصالحنا وبسنا رأس بعض؟ خلاص ما بدك ورقة معطرة؟ أحمد ناولي من جيب جاكيتي دفتر الرسائل تبعي. دفتر الرسائل ما؟ وين حطه؟ بالجيب الجواني. لا هاد خلصني خلصني. شو هاد؟ أنا لازم أكتب له رسالة الوداع بماء الدهب. آه يا خيرات خانم، بكلمة واحدة منك بينتهي آخر الفرسان. صح عمي بعض. يا فرحان لك تعال شوف هالشوف يا قلبت معه على بكي سيك محمد. أبو عرفان عمي أبو عرفان يجعك شيء أبو عرفان يجعك شيء لا تقرب علي خليك بعيد لا تحكي مع النوب أنت سبب كل مأساتي أنا لا تقول الكلمة هاي أبو عرفان أنا بتشائم من النوب إذا ما فهمت على رسالتي فعلى الدنيا السلام. لازم اعطر لها معلومة. اسمع اسمع الديباجة اللي راح اكتب لها. اتعلم مني يا بني ادم، اتعلم مني درس بالحب مثل ما علمتك درس بالحرب. من علمني حرفا كنت له عبدا. برافو عليك سيدتي. لا الوداع يا سيدتي المبجلة. مبجلة؟ محلوة. سيدتي الفاتنة. لقد كسرت قلبي بالحجر. بالحجر؟ بالشاكوش مو أحلى؟ برافو عليك. لقد كسرت قلبي بشاكوش الحب. الله الله يا سلام شاكوش الحب. وأوردتيني موارد الهلاك. الهلاك مرعبي. لا منيحة. الهلاك شهيد الحب المتيم بهواك المخلص أبو عرفان بك. يا سلام. أيوة وقفنا نختم لك. يلا بدنا نختم. لا ما بصير يا ابني ما بصير. كل شيء له نظام. هات حط هات بعطيها الورقة هاي بعد موتي بتسلمها اياها باليد وبتقول اخر كلماته كانت خيرات خانم خيرات خانم. ليش هلا ناوي تموت؟ الموت حبا هو العمل الشريف الذي يليق بالفرسان امثالي. واذا الحبيبه صدتك فلازم تثبت له. لك خليك معي بني ادم. فلازم تثبت له انك بتضحي بحياتك فدا لحياتها. طول بالك ابو عرفان القصه ما وصلت لهون. لا وصلت ونص. انت ما دخلك خليك بعيد. انت واحد جبان وما بتفهم معنى التضحيه.